المنافسة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور ال 16 من محافظة الدقهلية نرحب كلنا بمدرسة الشهيد أحمد حسين للغات. مدارس المقدم أحمد حسين الرسمية للغات، المنصورة الرسمية للغات سابقا، تأسست سنة 1979 وهي أول وأقدم مدرسة لغات في محافظة الدقهلية، تعمل على بناء وتربية عقول واعية ومستنيرة تواكب متطلبات العصر في كافة المجالات ورعاية الموهوبين من أبنائها. حصدت مراكز أولى على مستوى المحافظة والجمهورية في العديد من المسابقات العلمية والرياضية والمسرحية والموسيقية والأنشطة الصيفية. هيمثل مدرسة الشهيد أحمد حسين في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم آية صابر. دخلنا الموسم الثامن بس ربنا ما وفقناش وقررنا إن احنا نذاكر ونجتهد أكتر، وقدمنا في الموسم التاسع عشان نعدي كل المراحل وإن شاء الله نوصل للكاس لأن احنا عايزين نبقى جزء من العبه. محمد محمود. أنا معجب بدور بنك الأهلي في تطوير المدارس الحكومية، وإن شاء الله النهارده ربنا يوفقني وأجمع أكتر عدد من البوينتس عشان أكون جزء من التطوير. من خلال تحضير البرنامج هناك فادني إن أكون أكثر ثقة وأكثر معلومات. إيمان خاطر. بما إني أول مرة أشارك في العباقرة فتلقيت دعم كبير من أهلي، وفروا لي مكان هادي ووفروا لي معلومات كتير، وأحب أشكرهم على ده وأحب أكون عند حسن ظني. نور العفيفي. كان محمد وائل الفقرة تحت الضغط لأنه عنده معلومات كتيرة، كنا بنقعد برضو نساعده ونديله معلومات ونعمل له مسابقات زي فقرة تحت الضغط إنه نسأله أسئلة كتيرة في وقت قليل جدا، وإن شاء الله يشرفه. الشهيد أحمد حسين للغات، الحمد لله على السلامة. إزيكم؟ الحمد لله. رجعتوا تاني إن شاء الله. آية بتشارك الأول مرة ولكن المدرسة بتشارك لتاني مرة. آية إحساسك إيه؟ طبعا انا مستعده ان شاء الله الماتش النهارده، وكل تفاؤل وامل ان احنا ان شاء الله نكسبه ونوصل للكاس. حلو الطموح ده. احنا قدها. قولي لي ايه، انت مهتميه بمجال العلاج بالاعشاب. الفكره جات لك منين؟ هو انا طبعا عايزه اعمل حاجه بحيث ان الناس اخفف عنهم ألمهم، وابتكر حاجه بالاعشاب بدل من الكيماويات وتاثيرها على الاطفال والناس كلها. تفتكري ممكن تعالجي فعلا الناس بالاعشاب؟ اكيد طبعا، انا ان شاء الله هدرسه كويس والجا لحاجه تفيد البشريه وتطورها وتخليها متقدمه. ربنا يوفقك يا ايه. ان شاء الله. ايه انت واخده مركز اول على الجمهوريه في الجودو. بطله مصريه يعني. كلنا نحيي ايه صابر. قولي لي بقى، حصلتي على المركز الاول ده ازاي؟ انا كنت في اول بطولاتي ما كنتش بجيب مراكز وكنت دايما بخسر، اتمرنت على نفسي اكتر واتدربت لحد ما حققت اللي انا عايزاه. برافو عليك ايه، اتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. محمد محمود، ايمان خاطر، ونور العفيفي، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه الشهيد احمد حسين. العباقره.